السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأحباتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة. موضوعنا اليوم على هذا الشاسي أو التابلو. سابقا قمنا بشرح علبة التغذية أو المنتصن يعني داخل الشوبر. الآن سوف أقوم بشرح خارج الشوبر، يعني خارج الشوبر يعني من هنا. مكتف خاص ب 160 فولت، يعني 110 فولت وما فوق على حسب التلفاز كم من فولت يشتغل به. يوجد هاد الفولتيات الصغيرة 12 فولت ولا 24 فولت. هنا ايسو فيرتيكال ترانزستور تي اش تي اون لاين ايس الصوت. هنا مكان السماعات يعني الباف خاص بالتلفاز، هذه خاصة بالألوان كريستيلا تيسور البرو. سوف أقوم بشرح ها الشوبر تقسمه العلبة التغذية من الوسط، هنا النصف في الداخل والنصف في الخارج، يعني هنا داخل الشوبر هنا خارج الشوبر. خارج الشوبر هو أخرج منه الفولت 110 24 فولت. سوف أقوم بتوصيل التلفاز بالكهرباء لكي أشرح لكم الفولتر. تي شغالة تي اش تي شغالة. سوف أضع هذا على 1000 هكذا. هنا يوجد 110 فولت، يعني 110 فولت تخرج من هذا الديود وتذهب إلى هنا إلى هنا إلى هذا المكتف. من هذا المكتف يقوم هذا المكتف بتصفية الفولت إلى هذا الرجل في تي اش تي مباشرة. هذا الرجل في تي اش تي يعطيها لهذا الرجل آخر، وهذا الرجل الآخر يعطي الأوامر للترانزستور لكي تفتح التلفاز. هذا هو دور 110 فولت، يعني تخرج من هذا الديود مباشرة إلى هذا المكتف، هو إلى هذا الرجل من تي اش تي إلى هذا الرجل الآخر. إلى إذا لا توجد 110 فولت لا يشتغل الجهاز نهائيا. توجد 25 فولت أيضا، ها هي المكتف الخاص بتصفية 25 فولت. توجد 11 فولت أو 12 فولت في هذا الديود أيضا، ويقوم هذا المكتف بتصفيتها. وتوجد أيضا 18 فولت 19 حتى 20 فولت في هذا الديود، وهذا المكتف يقوم بتصفية هذا الفولت. يعني عندنا 4 فولتاجات، كاين توجد 19 فولت 18 فولت، توجد 12 فولت، توجد 25 فولت، هاهي توجد 110 فولت. الفيرتيكال ها هو، هي وصلت 25 فولت إلى الفيرتيكال. هذا الرجل هو الذي يخرج منه الفولتاج من الفيرتيكال كي يذهب مباشرة إلى أرجل الفيرتيكال الذي يفتح في الديفليكتور. هاهي
إذا عندنا مثلا سطر أفقي في الشاشة يعني مشكل من الفيرتيكال، أما كهرباء لا تصل إلى مكان خروج فيرتيكال إلى الديفليكتور، أو لا عيس الفيرتيكال لا يصل الكهرباء أو الفولت، أو لا هو فيه مشكل نقوم بتغييره ويتم إصلاح المشكل. هنا البروم يجب أن نجد فيه 5 فولت هي التي يتغذى عليها البروم، هي هذه. هنا أيضا يوجد 180 فولت من هنا إلى الديود، إلى هنا، إلى هنا. 180 فولت خرج لنا من تي اش تي، من هنا خرج من تي اش تي، خرج 107، ذهبت مباشرة إلى الديود، ثم الديود نفخها حتى وصلت إلى 140، وهذا المكتف يقوم بتصفيتها. وعندما تشتغل التلفاز مع الشاشة سوف تتحول إلى 180 فولت، الآن فيها 145 فولت. سوف أشرح بعض المشاكل التي تقع للتلفاز. مثلا عندنا شاشة التلفاز يوجد فيها خطوط بيضاء كبيرة أو شاشة بيضاء، مباشرة نذهب إلى نقوم بقياس 180 فولت، مثلا نجد هنا 90 أو 80 فولت، يعني المشكل من المكتف، نقوم بتغيير هذا المكتف. عندما لا نجد شيء، في مثلا نجد هنا زيرو، يعني سوف نقوم بتتبع مسار 180 فولت إلى هنا، ممكن أن يكون سبب الديود، هذا الديود أو التي أشطي في هذا التابلو أو الساشي. سوف أقوم بفصل التلفاز من الكهرباء لكي أشرح باقي هكذا. مثلا لدينا في الشاشة خطوط رقيقة في فوق شاشة التلفاز، نقوم بتغيير هذا المكتف 135 فولت، سوف يتم إصلاح المشكل. لدينا مشكل في الألوان، نقوم بقياس الترانزستورات أو هذا الريزيستونس يعني المقاومة. لدينا خط في وسط، يكون المشكل من الفيرتيكال نفسه أو أحد المقاومات التي تغذي الفيرتيكال أو المكتف الخاص بتغذية الفيرتيكال، وهذا عيس الصوت هو على هذا الشكل في هذا البوردة أو في هذا الشاسي. ها مكان وضع السماعات. مشكلة الصوت يمكن أن يكون سبب هذا العيس أو لا السماعات أو الكهرباء لا تصل ولا تصل الكهرباء التي يتغذى عليها هذا العيس. لدينا الألوان مختلطة في الشاشة، أخضر أحمر مثلا أزرق، مباشرة نقوم بتغيير هذا كوزستور، هذه خاصة بالألوان كريستيلا، يعني إذا لا توجد الألوان في التلفاز يعني أبيض وأسود فقط، نقوم بتغيير هذه الكريستيلا. هذا الدرايفر مهم أيضا في الديمارج، يعني في تشغيل التلفاز، إذا لا يصل كهرباء التلفاز لن تشتغل نهائيا. وهذا الترانزستور الخاص بهذا الدرايفر أيضا، هنا يوضع فيش الفيرتيكال هوريزونتال، يعني من هنا نقوم بتوصيل مع الديفليكتور.
إذا لا تصل إلى هنا 12 فولت التي تفتح التلفاز، يعني لا تفتح التلفاز نهائيا، سوف يكون خط فوق فقط. والبروم هذا مثلا نضغط على زر اليمين يعطي الصوت، أو الصوت يعطي شيء آخر، يعني الأزرار من الريموت لا تتوافق مع بعضها. المشكل من البروم. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.